لازم تجربي. شو فكرت؟ شو؟ بس شفت. شو كنت عم تفكر؟ ماشي. انه اوكي هو اكل ولا لا؟ بابا ما بدي من فرشة. لازم تحط له لعبة صغيرة جنب. يا حبيبي أنا بربي كلاب كنت بارب. لازم تحط له لعبة صغيرة بس أو كرة أو شيء. ليش نجيبه له؟ يحس بالأمان. صح ولا لا؟ يحس بالأمان جنب. لا خليه تو خليه أكل ولا ما Thank you.
ايش مال؟ انا شفت جورج كان مع سيفاك. بيكسي شبه بصمة. بصمة بك الشيء مش لازم تحكي بالليل. هو اللي بيعمل بيكتي بس ياكل يعمل على طول. ما بعرف شو ذكرني فيها. أنا وياك بيحيو بس فوت إيده على ظهرك. إبراهيم حياتي أنا في بعد يعمل هيك ماشي روح وحمامات شي كسر لي إيدي ما كنت أفهم عليه بعد الرياضة نديله نحميه. عملت هيك شو هذا؟ شو؟ يا ما بتحكي شيء. ما حاجة ما بتحكي. هاي الشغلة اللي ما بحبك تعملها. هودا أنا ما بتعملها. نو فيكسي نو. هودا أكل؟ لا هذا بالتراب لازم يعمل فيه وكذا. ناصر. أنا بعرف. بيأكل التراب. لا 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 مش بيأكل التراب بيدور. بدي شيل اجري انا راح اعملها. لا هون بيعمل في كل حتة غير هنا. امبارح لا ده بيدور والله بياكل التراب فعلا. ايوه عارف ينوع شيء شيء ينوع في تمن اللي هو تراب حاطينه حلو مش عارف حاجه شديد. لا لا ما بيدوش والله بياكله. انت مش شايف كان سي تعالى بيكسي كم بيكسي شو مي يور ماوث يو نو واي مين حاطط له اكل هون ده مش اكل. فرضا اكلها هاي ممكن ترميها هناك بليز. طب اوكي طب لا لا ابعديه ابعديه عشان هو اساسا او لسن 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 سيبي شوي خلينا اشوف ثواني ثواني بس نو 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 دلوقتي حتشوفي دلوقتي. ناصر انا شفته بيعمل كده. هذا التراب كمان شي حاله لانه مش بيعمل حاجه خلاص هو شماه دلوقتي مش بيعمل. هو عنده كام سنه؟ ولا حد قال لي حاجه. هو مش هيكبر كده او هيكبر يبقى كده. لا هو مش هيكبر اكبر من كده بكتير يعني. اخبطيه بصي عملت كده. لازم يتعلم. بس 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 ايوه هيبعد بس كده تمام هيخش دلوقتي. برافو عليك. كده عليكي كده هو هيخش هنا خلاص. ايه لما ما يسمعش كلامك وان تو بعدتي؟ بس لازم لازم عشان لازم يتعلم ولازم نحط له كرة أو أي شيء جوا عشان يحس بأمان. بس إيه أحلى شيء ما بقولك حنفتح حديقة حيوان إحنا نحط له عصفورة يأكل. قررنا أنا دايم أنا خلص يطيروا بيرجعوا بيطيروا بيرجعوا بيطيروا بيرجعوا بيرجع لحاله. امبارح طاروا لف واحد فيهم أنا زهر عدنا لحقهم بيسمع أصوات بيرجعوا بينادوا لبعض بيطيروا الحب هدول امبارح طار واحد ما بعرف كيف طلع زاهر شو صار امبارح مين طلع من القفص طلع انا وزاهر زاهر يقعد يلحق فيه مش تضرب انا مش عايز خلاص زي زعلان بس طار ورجع دخل ما بعرف هذا كبير هذا كبير في في هون بيبي يا جماعة وين؟ لما بيبقى حد بحط رئيس وبعض بيفضل يأكل فيه هو كده مش عارف لازم لا بدنا نربيه بدنا نتحمل كلنا بدنا نتحمل هو أنا مش بيأكل بس بيشرب بس الميلك بس مش بيأكل مش تزعلوا مش تضربوه لا لازم لا هذا بيأكل كل شيء يعني. اوكي 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 نو بيكسي نو بيبي نو الأكل هذا مو موالمي نو نو الأكل هذا مو موالمي الاكل ده لازم يغيره مش حابه انت عارفان كده جيبيه جيبيه كده غصب عنه اكليه حطي له كمان بس ده حطاه ما عمل اكل يعني لا شرب الميلك اللي جوه بس مش عايز ياكل بس تحط له ميلك هيبتدي حبيبي لازم تحطي له كتير طب عشان يحس بال تجيبي لي لبن من فضلك عشان يحس بالاكل
المشكلة كل حد بيقول لي حاجة مختلفة. ما هو كل واحد مربي شغلة. أنا لولو ما ربيتش يعني. أنا بقول لك عن اللي ربيته اسمه إيه ده؟ البوكسر. كان عندي بوكسر. كان أنا كان عندي بوكسر بس كنت صغيرة قوي. والبوكسر بيتربى بطريقة أول حاجة عندك. طبعًا وهي بطريقة تانية بس إيه بيتعود على أي حد أنت فاهمة؟ إيه والله يعطيك العافية. خلاص حطيه نزليه. خليه يشرب ملك وخلاص دلوقتي. خليه يشرب ملك دلوقتي. ما هو الملك بقى فيه. فيكسي فيكسي شليت اوكي او جيب انا راح عليكم بالليل. انا عارف ان انا رجعت. انا سمعتك انك رجعت. انا اخذته وحطيته هناك حتى ما في حطيته عند مش هنا حطيته عند المسرح وسبته. شوفي شو عامل شوفي شو عامل خبط العلبه يفتل كذا اخي فتحت له باب قلت له تعال لحقني اجى هيك لو لحقني كان عبد العزيز حقني تركته هيك قاعد مع الببغاء هنيك وبعدين تركناه صار يحكي مع الببغاء الببغاء يحكي صار يحكي نفس ما يعوي شلون يعوي هو والببغاء فاق وصار يحكي معه سمع كده انا بعدين فتت اسمع صوتك طلعتي ثانك يو ما قدرت اتركه حرام هو بيبي واحلى بيبي You don't want to eat? تركتوه برا تركتوه برا وتركوا شيتو ايه؟ سبتوه برا وشيتو امتى؟ فانا جيت لقيت عبد العزيز قال لي بصي على كلبك شفته نايم هنا خلاص أول ما أنام أروح رايح على سريرة وهي جاية عندي. لو أعطوني والله لو أعطوني بجزم ما راح أحكي. كثير راح أحس بفراغ وأحس أنا أول مرة بحس هيك بفراغ يعني ما بعرف. هو مشكلته انه هو نجس كلياتنا زعلانين بس مش عارفه شو انا شو اكثر شيء زعلاني انه في ناس بتنزل انه رح تصوت لما صوتت لي شوف الموضوع هذا كل مره بصير كل مره ما في حدا بيقول انه حيصوت لفلان ويطلع على الستيج بيصوت لفلان لا ناس قليله واحد اثنين ثلاثه مش اربعه حتى انه على الستيج كل شيء بتغير كل شيء بتغير حتى هي قالت لي كنا بنحكي مش عارفه مين وفلان وفلان وكنا بتشوف الاصوات وهيك فقلت لها شوفي بقول لك عايزه افهمك بس على شيء ما تنصدمي لو لقيتي على الستيج حدا صوت لحدا ما صوت لك او قال لك انه هيصوت لك لانه بيطلعوا بيغيروا بتلاقي كل شيء بيتغير قالت لي ليه قلت لها هو هذا اللي بيصير وكل مره هذا اللي بيصير فما تتصدمي يعني عادي هذا شيء طبيعي عادي خلص ما تركزي مش كلهم عند بيضلوا على نفس الكلمه او شيء يعني إلا إذا يعني كذا الإنسان هذا محسوم أمره بالنسبة لإله فهمه؟ يعني في ناس بتبقى الشخص اللي قدامك كذا مش كتير فرق عندك يعني بتبقى أمره مش كتير محسوم في ناس تبقى خلص أمره محسوم شو مع مين وقف خلص هتختاري فلان فهمه كيف؟ بعدين اسمعي